بفوت من فضلكم. جريمة قتل الأم أبشع حاجة ممكن العقل يتصورها. موت أمك يا كفرة! منك لله! منك لله! طول عمري بحب أقعد مع البنات وألعب بلعبهم وألبس لبسهم، وبابا وماما كانوا بيضربوني كل يوم من شكاوي المدرسين مني. دلوقتي بقى الواحد يجي يعمل لقطتين في فيديو كليب يلاقي نفسه لابس قضية؟ ما تسيبها ترفع الناس يا جدعان، الناس شقيانة بقى حرام. اشتقت لك كتير. تعالي تعالي. اوعى يا سامي يا بنعمي. ماما وبابا. ماما وبابا وماما وبابا جايين معاك المحكمة يعملوا ايه؟ عشان تتفرج على العصابة وهو بترافع. وان شاء الله تكسبوا القضية. ان شاء الله. هنخش دلوقتي عند الراجل اسمه القاضي، لو سألك هو خالك كان بيجي عندنا البيت ولا لا هتقولي ايه؟ لا. حياتك الواطية اللي زيك في الظرف ده. جات اللقطة. اقتل اخوك ماهر. عايز انا بجاموت جنة؟ اخد الطار مش جريمة. ندمانة يا نبيلة؟ ندمانة اني غضبت ربنا. انا جاي مخصوص عشان اسمع الحكم بإعدام. كأنه ما بيعرف انه راح يدمر ارواح بريئة. مات في وقت غلط ده. بس بصراحة انا مستغربة حضرتك ازاي اخدت بالك ان الشورت بتاعي كويس قوي كده. هو احنا نعرفك ولا تعرفنا؟ امشي واد غور من هنا ولا يشهد ربنا عايشة مع الراجل ده بما يرضي الله. وعمري ما في راجل دخل بيته ابدا وعمري ما وسخت شرفه. وقف يا سيدي وقف يا الله على النبي. وقف. طب والله الاعدام عليك مش كفايه. ربنا عاد تكسر لك وش. ده يعتبر طفل.